تدخل سليم للاعب في 10 نقاط فريق الوداد البيضاوي في 5 هجمات الاولى في المباراه، لكن بعد ذلك يعني تغير الايقاع والنتيجه 10-7 مازال ديال الفرق الصغرى واللي برمجت ثلاثيات لم تحضر، المجاعه الهجوميه لم تحضر، الدفاعات كثره الاخطاء ايضا تدل ان هناك عياء وان هناك ما كاينش انسجام كبير، لان تنشوف السبوره تقريبا جل اللاعبين عندهم تزحت جوج ثلاثه الاخطاء، اذا تنظر بان وصلنا ل 25 او 20 نقطه 20 خطا شخصي لكل فريق، وهذا شيء فظيع وفظيع جدا، وما كاينش نجاحات على مستوى الرميات الحره، اذا تنظن بان تساؤلات كبيره، يمكن وحنا ماشي على نذكر بان البلاي اوف باقي ما بدا شيء، اذا وتنظن بان الفرق هذو من احسن الفرق الوطنيه هذا الموسم هذا، اذا هذو تساؤلات كبيره تتوضع والاجابه عليها غتكون عند المدربين عند اللاعبين، وهنا اليوم عندنا واحد ثلة من اللاعبين الدوليين اللي عندهم خبره كبيره، اذا هناك اكثر من علامه استفهام توضع اليوم. بدايه الربع الرابع ربع الفصل والحسم في هذه المباراه، نتمنى من الامور يعني تاخذ الايقاع عليها الالعاب الناريه مره اخرى في القاعه. الخطا الخامس على اللاعب سيدني هولمز، اول لاعب سيغادر ارضيه الملعب على بعد ثواني من بدايه الربع الرابع، خروج لاعب اجنبي من تو فريق الوداد البيضاوي، هو اللي كان تيسجل بعد الوقت. عند لاعب ماتيش ضائعة وهجمة سريعة والدانكو الهجمة المرتدة، واللاعب حكيم زويتا يسجل لفائدة الجمعية السلوية. هناك وقت مستقبل، اعتقد ان كان خطأ على مستوى يعني التسجيل، فكان خطأ الرابع على اللاعب هولمز في اللوحه الالكترونيه. الارقام اخي ارقام هي رتيبه على مستوى ثلاثيات 8% مستوى للجمعيه السنويه، يلا ثلاثيه واحده على 13 المحاوله بالنسبه لفريق الوداد، 15% كانوا جوج ديال المحاولات ناجحه، نجحت على 13 الرميه على مستوى الرميات الحره 63% بالنسبه للجمعيه السنويه و 50% بالنسبه لفريق الوداد، الكرات الضائعه 14 الكره ضائعه بالنسبه لفريق الجمعيه السنويه و 11 لفريق الوداد، احسن المسجلين بالنسبه لفريق الجمعيه السنويه نجح 12 نقطه، فيانغ 11 نقطه، 13 نقطه لزويتا و 10 نقاط لبروندون. بالنسبه لفريق الوداد هذوك ب 10 نقاط، ماتيك ب 9 نقاط، والناجي ب 10 ديال النقاط. هجمة الفائتة الوداد البيضاوي كرة عند اللاعب هادوكي للاعب رضا حراس، رضا حراس في مواجهة اللاعب زويتا عند اللاعب فروقة، افتتاح فروقة يزيد الممر لكن يفضل التمرير عند اللاعب ماتيش، ماتيش يسجل بطريقة سليمة وبديعة 150-42 دقائق و50 ثانية على نهاية المباراة، التفوق لفائدة الجمعية السنوية، نجاح طريقة جميلة يسجل، ورضا يرجع لقوته لأنه كان هو محور النجاح ديال الفريق السنوي في الذهاب، والآن تحت السلة يريد يفعل ما يريد على مستوى الدفاع على مستوى الهجوم، إذا عودة طيبة لهذا اللاعب المحور، وما ننساوش بأنه هو لاعب ارتكاز ديال الفريق الوطني أيضا. عودة اللاعب روندو فيلز وجود ايضا اللاعب بورويس معا في ارضيه الملعب، متابعه جيده للاعب عبد الرحيم نجاح، تنظن بان الحل او تحول المقابله هو تحت السله، لا نجاح لا زويتا لا رضا لا هما مسيطرين على الاجواء او خاص
خص فريق الوداد جهد كبير باش يرجع في المقابله. الان 20 نقطه ديال الفريق ونقطه الضعف ديال فريق الوداد اليوم هي تحت السله، ما كاينش داك التهاون. يلا الان اللي تيسجل دابا هو الكسندر. إذا حتى فريق جمعية الثانوية ربما أفضل لأنه ما عكيش نجاحات المستوى الثلاثيات، ففي 13 محاولة فقط، 13 محاولة سجل منها محاولة واحدة، وبالتالي كان الاعتماد على قوة يعني قوة اللاعبين في يعني المستوى تحت السلة. كل من نجاح رضا الغالبي، أيضا اختراقات الحكيم زويته واللاعب هادوك والناجي وصافرة كرة تحول لفائدة الجمعية السلوية. رضا عند اللاعب برويس، زهير برويس، برويس يرتبط بكرة يخترق ويضيع المحاولة. دائما اللاعب نجح في مشاكسة لاستعادة الكرات والصافرة، والخطأ على اللاعب زهير برويس. زنقي رامية ضائعة من طرف لاعب ماتيش، لاعب زويته تحتفل بالكرة، يحتفل بالكرة وخطأ يعني كان يعني مسك للاعب زويته، خطأ الشخصي الثالث للاعب هادوك. يشكو من الام اللاعب رضا الغالبي، يتمنى الاصابه تكون سليمه وتوقيف. اللاعب يشكو اعتقد الاصابه التي يعاني منها منذ فتره طويله اللاعب رضا الغالبي، يتمنى ان الاصابه تكون يعني خفيفه على اللاعب. طريقة اللي كيشكو منها اللاعب رضا غالبي في حين ان الاصابة اصابة ربما تكون. غير لو كونتاكت اما تنظر بان تكون اصابة وهذا ما نتمناه، ما تكونش اصابة قوية لان للمستقبل ديال اللاعب ايضا للاجندة ديال الفريق الجمعية السراوية وديال فريق الوداد. كان تحرك للالتواء هذا رسمول ولكن الدوران ما كانش كبير، تنتمناو هذا. حنا في الاول دائما تتكون ديك تيكون هناك خوف ديال اللاعب هو اللي تيخليه شيئا ما غير هذا. الان خاص الاسعافات الاولى تكون مزيانه ونتمنى مستقطع للمدرب. الان رجعنا للتعادل 16 مقطع الفريق عاوتاني تعادل ثاني على مستوى اللاعب رضا الغالبي. هذا الإصابة ستمنعه من مواصلة المنافسة، ستكون يعني إذا كانت الإصابة اللي ربما خطر على الفريق فوز فريق المنتخب الوطني. الوالد ايضا ينزل من اجل الاطمئنان على الابن، نتمنى تكون الامور سليمه بالنسبه للاعب رضا الغالبي. على اتحال المباراه تتواصل، باقي من زمن المباراه 6 دقائق في الثانيه، 62 نقطه مقابل 46.
ودفاع لصيق كل الملعب فريق الوداد البيضاوي. وبقي الفريق الجمعيه الثانويه الله وقت مستقطع واحد لانه لحد الان خد جوج الاوقات المستقطعه. نفس الشيء بالنسبه لفريق الوداد. عند اللاعب روندون فيلز لفائده الجمعيه الثانويه. روندون تضيع لكن هناك زويتا لاستقبال الكره من عند اللاعب زكريا ضائع المحاوله ولم اللاعب نجاحا. جميل تظن بان نصف الحصه سجلت تحت السله بالنسبه لفريق السلاوي او اكثر اعتقد حتى العلوي انه كل الكرات تقريبا كانت تحت لا وهذا شيء فظيع بالنسبه لمستوى الدفاعات. لا من جانب اعتقد لا نجاح ولا فروقة. أشياء ستتدهور المباراة بين الاتحاد الذي صور هذه رجل اللاعب رضا الغالبي وهناك وقت مستقطع وهناك شتات وهناك أشياء يعني تحدث يعني في في احتياط الفريقين مع المباراة تسير يعني نحو تفوق الفريق المحلي فريق الجمعية السلوية يسعى بثبات نحو الانتزاع بطاقة الترشح النهائي لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي. كل الأوقات المستقطعة لفريق الوداد والصوفيات مازال وقت مستقطع وحيد لفريق الجمعية السنوية ونتمنى عودة سريعة للاعب رضا الغانم. الرمية الحرة الأولى ناجحة لفائدة اللاعب كريستيان بايونغ ما زالت أمامه رميتان حرتان. كان في محاولة تنفيذ الرمية الثلاثية ارتكب خطأ اللاعب ماتيش.
فريق تنظيمنا اكبر فريق في المقابله. فريق الوداد نسى اللعب الجماعي الذي ما نقولها، وخف الهزيمه خاص الفريق ينتصر بالعمل الجماعي بالالتحام ديال اللاعبين حول كل المكونات ديالهم. ورميه ضائعه كره لفائده اللاعب يوسف الزنكي. هذه المحاوله كره بسرعه عند اللاعب زكريا مصباحي. كانت قراءة جيدة للاعب ماسيتش. فعل الكرة سلة لفائدة الوداد 68-48. أربع دقائق 12 ثانية لنهاية المباراة. روبن فيلز وخطأ على اللاعب 15. الخطأ الرابع. خطأ الشخصية الرابع. كل لاعب عند نيش طاحي الآن.